ولا ينفعهم عن مراده تابع وما لرد مراد الله إن كان يقول الشيخ المصطفى وما يقضي بما شاء والأفكار جامدة ويحكم الأمر والأفكار عميان يختص من شاء بالرحمة ويصرفها عمن يشاء ومن حكمين رحمن إن الذي يتعاطاه الذكاء لدى حكم المقادير تخييم وبهتان ما حيلة الظن والأوهام في قدر إلا حصول إلا قصور وتخمين وإذعان.